مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد، يفضل العديد من أولياء التلاميذ بغليزان اقتناء الكتب المدرسية المستعملة من عند الباعة المتجولين نظراً لانخفاض أسعارها. كان عندي 8 تاع الدراري والله نشري كتب هنا بورخسون 10000 6000 لا رحمة ربي هنايا بورخسون بصح الداخل في الحواني الديفيرونس بين برا والداخل والله راني قايم الدراري تاعي بهذا الإسعار اللي لاهي برا. عندي دراري واحد متوسطة والثانوية. أيوة وكتبها في المكتبة غاليين سواء تم قال لي 452 أيها بين شو مستعملة هنا يبقى نقصوا على شوية على روح 100000 خير من 400000. بيع الكتب المدرسية المستعملة قبيل الدخول المدرسي يراه هؤلاء الباعة أفضل فترات السنة لكسب قوت يومهم ورغم انخفاض الأسعار. راني نخدم مي كتب المستعملة هذه ونساعد الناس ويجوني من كل بلديات غليزان يجوني دي فوا يجوني تم المسغاري من وهران يدو من عندي كتوبة لهنا في 10 سنين نخدم في ذي الخدمة أنا استاذير خدمتي معاهم ناكل كسرة فيهم كل عام وين ما تحل قبل ما يحل الرونتري تاع لي كول يجوا عندي الناس ونساعدهم إلا كتابي يدير 40000 نبيعها ب 10000 ونبيع بسومة معقولة فاني ب 10000 كتاب كاع اللي سي متوسط كاع كل شيء ب 10000 كاين كتاب اللي يدير تاع 30000 40000 نبيع ب 10000 وكل عام نجينا وكاين قلالي اللي يجوا ما عندهاش فاني يجي يدي عم عندي نعطيه اللي يبغاها نعطيها له. ويبقى أصحاب طاولات بيع الكتب المدرسية المستعملة وجهة العديد من أولياء التلاميذ لتخفف عنهم المصاريف وغبء غلاء أسعار الأدوات المدرسية الجديدة.